تبنى عدد من أعضاء مجلس النواب موقفاً لإصدار تشريع لقانون يمنع دخول الفيسبوك إلا عن طريق الرقم القومي، مدعين بأن مواقع التواصل الاجتماعي تهدد السلم الاجتماعي في الوقت الحالي لترويجها لأفكار العنف والتطرف. وأعرب عدد من المثقفين والروائيين عن استيائهم من قرار بعض أعضاء مجلس النواب عن نيتهم لإصدار تشريع لقانون تسجيل فيسبوك ببطاقة الرقم القومي، في حين اعتبر المثقفون أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات سيؤدي إلى نتائج عكسية، وأن الحرية لا يمكن مواجهتها بالقمع ولكن بمزيد من الحريات. هناك من يرى أن اتخاذ أي إجراءات لتقييد الحريات العامة مرفوض قطعاً، وأن مواقع التواصل الاجتماعي تعكس ما يجرى داخل المجتمع، كما أنه وسيلة للتعبير والتنفيس للمعارضة من خلال الشباب، مضيفا أن مواقع فيسبوك وتويتر غير قابلة للاحتواء أو الكبت بهذه الطريقة البدائية. لينتظر المغردين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تنفيذ هذا القرار من عدمه.